بيحتاج لكهرباء أساسية، عندنا الفرشة الطبية ضرورية جدا، عندك جهاز البلغم لو احنا ما طلعناش البلغم من صدر يحيى ممكن يختنق ويموت. الشغلة الثالثة وهذه الأهم، عندنا حكاية الأكل لازم يحيى ياكله مهروس، فعشان هيك احنا بحاجة ماسة للكهرباء. الكهرباء لازم تيجي أقل حاجة عندنا 20 ساعة. الأربع ساعات يعني بنقدر إحنا نتفاداهم، لكن إحنا في النهاية بدنا كهرباء على مدار اليوم.